فيه 450 وراه طرطق لي الزيكو في الدار وخرج لي حتى على صال دو بان وتواليت، راهي كارثه. وبني غزمان بني يعني يخدم في هذا الشيء، هو اللي جاب الخدمه تاعو خدمه نص نهار هو في معاه. عندنا عده مشاكل وانشغالات طرحناها على المستوى البلديه وما كان حتى رد من طرف البلديه. المراسلات اللي هنايا اكثر من 5 مراسلات بدون رد، حتى حق الرد يعني للمواطن اللي حث عليها رئيس الجمهوريه بعد 48 ساعه ما كانش. رانا في الربع سنين البلديه هذه ماهيش حاضره هنا طول المواطن. البطوه تاع تريسيتي راسلناهم حل هذا المطلب الاول تاع الحي لانه اولادنا راهم في خطر، وتدخلت الحمايه المدنيه مرتين وراهي مسجله موثقه وكما يقولك لا حياه لمن تنادي. والحمايه المدنيه دخلت اخر مره عندها فيش عندها شهرين في واحد الشهرين اللي دخلت، وتم حمل الطفل الى المستشفى و ضربه تريسيتي ضربه. نشكيو على ليطونشيتي، من نشكيو على البنتوره، من نشكيو هذاك يقول لك حنا مش تابعه لنا هذه الاحياء اللي من تابعه، لكش ما كاينه دوله واحده اخرى تابعه لها يقولوا لنا. لي روغار هنا مبوشين اكل هنا في الحي هذا نموذج هذا الحي. هو الاحياء كلها هنا على مستوى هذا الحي تقريبا 2000 سكن نفس المشكل. لي روغار هنا دوره يتبوشوا، وخاصه المساكن كما يقول لك الساكنين في الريتشوسي قدام خطر يطار تقول لهم يروكار داخل الديار. الباطيمه بريسك تمثل واجهه تاع برج بعريج مقابل ملعب 20 اوت كما كنا في الناسيونال ان شاء الله نوليه وتولي الكابر ناسيونال ان، كانت كل الولايات تقاري الطوموبيلات تاعها لهنا. يعني هذا هو المنظر الاول تاع بلديه برج بعريج. الى والي ولايه برج بعريج كمال الويسر، مرحبا بك في ولايه برج بعريج، وان شاء الله تاخذ الانشغال تاعنا هذا كعينه من عينات بلديه برج بعريج وكعينه من عينه من احياء بلديه برج بعريج. راهم نفسهم تقريبا نفسهم اكل، ماذا بك ضرب لنا زياره للحي هذا ومرحبا بك، وان شاء الله نتوسموا فيك خيرا ان شاء الله وتتحرك كل. انا مواطن من حي 450 مسكن طريق سطيف، وكاين تساهمي لي 80 ولي 350. عندنا مشكل اساسي هو لي ترونشيتي راهي الباطيمات تاع تخدمهم 2000 يعني نورمالمون 17 سنه يتعاودوا لي ترونشيتي. الناس راهي تعاني سورتو لي ساكنين في السانكيام، راهي تعاني في قضيه لي ترونشيتي. ملي 450 يعني 298 مسكن ولي 80 ولي 350 تساهمي ولي 450 سوسيال. نطالب السلطات المعنيه يعني تدخل في اسرع وقت سورتو الشتاء وهذيك تخدم لها لي ترونشيتي هذو، خاطر المده الزمنيه تاع هذا لي ترونشيتي راهي خلاص. عبد الكريم رئيس حي 350 مسكن، نتقدم بهذا الكلمه ولو خفيفه بركيتك على النقل الحضري هذا اللي راه ماهوش متوفر عندنا هنا في جميع الاحياء منذ افتتاح نقل محطه نقل المسافرين من ذاك العام. عندنا 4 سنين النقل هذا ما مشناش لهنا، ورانا في منطقه حضاريه، رانا راسلنا وهدرنا مع مدير النقل ما حياه لمن تنادي، وعدنا كل مره يوعد وما وفاش بالوعد نتاعو. رانا نزيدو نطالبوا سياده رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد الوالي رئيس البلديه باش تنظروا في هذا النقطة هذه تاع النقل. ردا على انشغالات المواطنين تاع السكنات الجماعية، أنا ما نهضرش بصفة خاصة على الناس اللي قصدكم، نهضر السكنات الجماعية بصفة عامة، لأن احنا كثروا عندنا بزاف الشكايات بوكو بليس في كونسيرنون لي طونشيتي الإمساكيات. لو رافارمون تاع لي فاساد نتاع لي باتيمون يعني البنتورة تاع الواجهة تاع العمارات. فيما يخص هذا الملف هذا، احنا صح كاين قانون، كاين قرار تاع الدولة اللي باش تعاود تحول الشيء اللي كانت تخدم فيه لوبيجي والسكن تحولوه للبلديات، لكن إلى حد الآن مازال ما كان حتى حاجه، ما عندنا حتى حاجه، ما كانش كاين ترونسفير اللي باش حنا نقدروا نباشروا في هذا الاعمال هذه. امس برك كان عندي لهنا التريزوري كومينال القابض البلدي، سقسيتو انا قلت لك كش ما جا كش ما لان لي فون بعد يوليو التريزوري كومينال، وهي تعلمنا باش حنا نبداو نديروا الاجراءات باش الى حد الان ما كانش، ما عندناش
يعني معناتها مازالت باقيه عند لوبيجي، مازالت باقيه عند السكن، وحنا ما عندناش حق ندخلوا عليها في هذا في 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 هذا الانشغالات هذا. فيما يخص لاسينيزمون، حنا خرجنا لكل اعلانها ورئيس الدائره وكذا، ودرنا لهم فيش تكنيك، هاي جايه ان شاء الله، يعني في اقرب وقت ان شاء الله نهنيوهم لو بروبليم تاعهم اللي عندهم في كونسيرنون لاسينيزمون. ورحنا شفنا وشفنا واش خدمت لونا، واش خلات كوم ديغا لونا، واش خلات لنا كوم ديغا فما، ونا ديسيدي دو بروندر اون شارج هذا. فيما يخص رفع النفايات، رفع النفايات كان شويه، كان واحد الخلل عنده واحد شهر شهر ونص هكذا، كان شويه واحد الخلل، لان كان فيه المدير اللي كان ديميسيونا وكذا، وكان شويه واحد الامورات في السيودي، لكن دوكا تحسنت الامور ورونفورسيو، وعطاهم السيد الوالي عطاهم تعليمات باش يرونفورسيو البيرسونيل تاعهم وكذا، وان شاء الله يعني دوكا حنا رانا نشوفوا كاين لي ماميليوراسيون في هذا التاخير الاخر، كاين لي ماميليوراسيون ورايحين يزيدوا ياميليوروا. دافوار دايور محل التوظيف باش يزيدوا يوظفوا الناس باش يزيدوا يمدوا بليس دو بريستاسيون في هذا الامر هذا.